إجراء قطع الإنترنت على الجزائريين يفشل مجدداً في منع تسريب المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول 3 مواضيع ليلة اجتياز الامتحان حسب ما كشف وزير التربية عبد الحكيم بالعبد، إجراء تواصل الحكومة في تطبيقه رغم فشله وتسببه في خسائر اقتصادية كبيرة للشركات والأشخاص على حد سواء حسب مختصين. في هذه التصرفات راح تأثر على الاقتصاد الوطني، خصوصا الشركات الخاصة باستعمال هذه التكنولوجيات الحديثة، لأن أغلب الشركات الآن تقوم باستعمال التكنولوجيا، فبالتالي تبلها كما نقولوا امبيرتيرباسيون. كذلك بالنسبة للأشخاص فراح يسبب عدم تمكن المستعمل أنه يحجز تذكرة أو أنه يحجز فندق وما إلى ذلك، راح يتسبب في أنه ممكن يضيع الفرصة نهائيا في السفر. ضف إلى ذلك كثير من الأشخاص خصوصا اللي يعملوا في شركات التكنولوجيا وحتى شركات التكنولوجيا في حد ذاتها مثل هكذا انقطاعات تسبب لها خسائر كبيرة لأنها لمدة أسبوع، فهذا يعني يمثل تقريبا من 1 إلى 2% من الوقت تاع الشركة وهو يعني راح يضيع هكذا سودا. ويؤكد خبراء أن الضرر الذي يلحق بمختلف المؤسسات خاصة التي تعتمد بالدرجة الأولى في نشاطها على الإنترنت ويكبدها خسائر مادية وتجارية كبيرة لا يتم تعويضه لعدم وجود نظام بورصة بالجزائر يحدد حجمه الحقيقي. للأسف لا توجد تعويضات، يعني لأننا لا نعرف حجم الأثر السلبي البالغ، لأننا في دولة ربما ما عندناش احنا بورصة اللي ممكن أنه تحتكم إليها في سقوط أو تطور الاقتصاد الوطني وما إلى ذلك. لو كانت هذه الانقطاعات في دول أخرى متطورة عندها بورصة وما إلى ذلك أكيد راح يكون الضرر هذا يقابله حجم معين أو رقم معين للخسارة في أغلب الشركات. هذه الإجراءات التي كان أول من اعتمدها وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط عادت لتصنع الحدث والجدل مجدداً بين مستعملي الإنترنت، لتبقى الحكومة الحالية تحافظ على ممارسات سابقتها رغم فشلها في التصدي لظاهرة الغش الإلكتروني.